أستاذ نبيل، بداية لو نتحدث عن قراءتك للمشهد، ما يجري الآن في عدن في ظل هذه التطورات الكبيرة التي تجري هناك في ظل القصف الإماراتي للمدن أو لمدينة عدن جنوبي البلاد؟ لا شك أنه التطور لافت ونقطة تحول في مسار الأزمة في اليمن. نعم. بتحول يعني تفكك التحالف العربي، تحول الإمارات من حليف إلى عدو واضح وصريح كما وصف اليوم من خلال بيان وزارة الخارجية اليمنية وزارة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع في اليمن بدخول الإمارات كطرف في هذا الصراع باعتبارها عدو للجيش اليمني وعدو لليمنيين أيضا من خلال هذا التصرف الذي رأيناه من خلال تدخل في عمليات عسكرية كان يفترض أن تكون في صف أعداء اليمن وإنما في صالح اليمن، لكن للأسف هذا التطور والنقل النوعية في الصراع في اليمن هو كشف ما كان مستورا من الممارسات ومن المؤامرات التي حاكتها الإمارات منذ سقوط صنعاء في أغسطس في سبتمبر 2014 حتى الآن، حيث أن الإمارات كانت شريكة واضحة في هذه الحرب ضد اليمنيين وتواطعت مع ميليشيات الحوثي، وهي أيضا سعت في الجنوب بعد تحرر هذه المناطق لصناعة ميليشيات. رأينا اليوم الوظيفة التي تقوم بهذه الميليشيات في تمزيق النسيج الاجتماعي وتهديد السيادة المتنمية. نعم.